فقط تصريح محمد الشرفي ثم نعود. عيشه الجزائر ألا وهو الانتخابات الرئاسية المسبقة. كان لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سيد محمد شرفي إحاطة فيما يتعلق بآخر المستجدات حول نسب المشاركة داخل الوطن وخارج أرض الوطن أيضا. وصلنا إلى هذه الساعة أين سيطلعنا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن آخر المستجدات والمعطيات فيما يتعلق بهذه العملية. سيدي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مرحبا بك. بارك الله لو فيك. تضعنا في صورة آخر المعطيات المتعلقة بهذه العملية. إن شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة أعضاء المجلس الموقر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام وصول إلى إطارات السلطة الوطنية المستقلة ورافقين لكم. إذن دون إطالة نقدم فقط سببين لتعطلنا إلى حد الساعة. سبب الأول بالنسبة للخارج، المعطيات يعني حقيقة على الثمنة محليا، معناتها الآن مازالت العملية الجارية لدراسة المحاضر وغير ذلك من الأمور، يعني معناتها من الفجر فربما تتغير إن شاء الله إيجابا هذا المعطية، ولكن المعطية هذه على الثامنة والثامنة محليين يعني فيها. إذن بالنسبة للخارج النسبة على الساعة الثامنة إذن محليين وصلت 19.57%، وهو معدل نسبة المشاركة الأولية. معدل نسبة المشاركة الأولية فيما يخص داخل الوطن بالطبع على 8 من توقيت الجزائر، وصل معدل نسبة المشاركة الأولية إلى 48.03%. 48.03%، وهنا يعني نذكر بأن وقعنا تعطيل في تلقينا المعلومات بسبب الفيضانات أصابت ولايتين هي ولاية تمرس وبشار اللي تثبت لنا يعني في نوع من هذا التعطيل. إذن هذا النسب إن شاء الله تكون أخر المعطيات الجزئية التي نفيد بها يعني المستمعين المتفرجين في انتظار المحاضر الولائية التي ستصلنا ابتداء من فجر الله، وتم الدراسة نتاعها ثم الإعلان عن النتائج المؤقتة، إرسال الملف بكامله إلى المحكمة. نتمنى إن شاء الله تكون هذه العملية تاع الإعلان عن النتائج المؤقتة إن شاء الله ما تفوتناش 48 ساعة. قانوني نقول لك 72 ساعة أقصى، لكن نحاولوا احنا باش نكونوا يعني أدنى من هذا الأجل إن شاء الله. هذا ما كان لدي. بارك الله فيك. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم سيدي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على هذه الإحاطة.